يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج بعض العوام بحديث استفت قلبك في الترجيح بين أقوال العلماء، فيقولون نأخذ بما تطمئن إليه قلوبنا، فما الحكم في هذا؟ القلوب المؤمنة ما هي قلوب الفاسق والفاجر. الفاجر يطمئن إلى الشر وإلى ما يوافق هواه، لكن المؤمن هذا ما يطمئن قلبه إلا إلى الخير وإلى الحق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول من قال هذا له؟ قاله الصحابي ولا لا؟ قال استفت قلبك، جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم. قال استفت قلبك، قالوا لصحابي. فهذا إنما يحصل لأهل الإيمان، لأهل الإيمان قلوبهم موازين للخير والشر. أما أهل الفسق وأهل النفاق وأهل هؤلاء ما يعتبروا قلوبهم تحب الشر. نعم.